يلقب بأبو السودانوية، نادى بالوحدة الوطنية في زمن تسود فيه العشائر والقبلية، قائد أول حراك سياسي ضد الاستعمار، أفنى معظم حياته في السجون وفي خارج السودان، اتهم بالجنون. علي عبد اللطيف، أسطورة النضال السوداني وقائد جمعية اللواء الأبيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدنا لكم والعود أحمد، رجعنا لكم بمحتوى جديد. مرحب بكم في قناتكم قصة، وتدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. في معركة توشكي، لما جاء جيش المهدية بغيرة النجومي متجه الشمال لمصر، أخذ كل القادرين على حمل السلاح، ومنهم عبد اللطيف أحمد اللي هو والد علي عبد اللطيف، كان بيعيش في مدينة الخندق جنوب دنقلة. وفي معركة توشكي هزم جيش الخليفة وتم أسر بعض الجنود منهم عبد اللطيف، وتم ضمه للجيش المصري في الأورطة 13 المرابطة في حلفة. وكان عبد اللطيف يتزوج من النصرة الزين من قبيلة دينكا، وأنجبت لهم في عام 1196 ابنهم علي عبد اللطيف. نشأ علي عبد اللطيف في جو مشبع بالعسكرية وسط سكنات الجيش ومعسكرات التدريب، وده عشان أبوه كان في الجيش المصري. ولكن بعد استعادة مدينة الخرطوم من قوات المهدية بواسطة القوات البريطانية في 5 سبتمبر عام 1898 انتقلت الأسرة كلها عشان تعيش في الخرطوم. بعد أن أحيل والده للمعاش في عام 1908 انتقلت العائلة مع عائلة بعض الجنود المتقاعدين لمدينة الديوان بمنطقة النيل الأبيض، لاموا ونحوهم قطع زراعية للإعاشة فيها. لكن علي عبد اللطيف ما كان عاجبه الوضع بتاع الزراعة والفلاحة، وهرب بوابور النيل للخرطوم، وكان عمره تقريبا 14 سنة. في الخرطوم بحث عن خاله ريحان عبد الله، وكان ريحان ضابط ومعلم في مدرسة ضرب النار ببوري. رحب بعلي عبد اللطيف واعتنى به، واضيف عليه انه قراه في الخلاوي وعلمه مبادئ القراية والكتابة وحفظ سور القرآن. وبعد ذلك التحق علي عبد اللطيف القسم الابتدائي بكلية قردون التذكارية في جامعة الخرطوم حاليا، الجميلة المستحيلة، طبعا من أحب الجامعات بالنسبة لي أنا. اشتهر باجتهاده وتفوق الدراسي، وبعديها اجتاز امتحان القبول بمدرسة الحربية، ونسبة لخلفية أسرته العسكرية وإحرازه النتيجة العالية في امتحانات الكلية تم قبوله تلميذا في حربيا في عام 1912. كان مدة المدرسة الحربية في وقتها سنتين، وتخرج في عام 1914 برتبة ملازم. بعد ما يتخرج اشتغل في مدرمان وما قاعد فيها كثير، وتنقل للجبال الشرقية بجنوب كردفان، واستمر في تنقله لغاية ما يتعين كمعمور ببحر الغزال. كان ريحان عبد الله خال علي، عنده ولدين حسين وريحان، وكان حسين في نفس عمر علي عبد اللطيف، ويتربوا مع بعض لأنه اتربى معهم في الخرطوم زي ما قلنا بداية الحلقة. قلنا الكلام ده ليه؟ عشان علي عبد اللطيف اتعرف على زوجته اللي هي قريبة زوجة حسين ابن خاله، وده سبب معرفته بزوجته العازة محمد عبد الله اللي اتزوجها في عام 1916. والعازة دي تاريخ يا اخوانا، ايقونة في نضال الكنداكات، ويتغنوا بيها وقالوا فيها قصائد وشعر، ومن الظلم جدا نحن نمر عليها مرور الكلام، عشان كده حنقصص لها حلقة براها برواقة ونطرحها عليكم. في عام 1918 تم ترقيته لملازم أول، وانتقل لمدينة واد مدني، وهنا ظهر نشاطه الأدبي، وهو نشاط امتد لأم درمان، وبقى عضو ناشط بنادي الخريجين. في مدينة مدني كان في حادث أو موقف له السبب الأكبر، هو التغير الجذري في نمط حياته. حدث كان في عام 1921، زي ما معروف في الوقت ذاك كان الضباط والعساكر بيستخدموا الخيل للسواري والدوريات، وكان الحاجة المتعارف عليها انه لما يمر الضابط الانجليزي المفترض الضابط او العسكري السوداني ينزل من الحصان بتاعه ويدي التحية العسكرية ويركب الحصان ويواصل طريقه. لكن علي عبد اللطيف رفض التحية لانه شايف فيها كمية اذلال، وسبب الحادثة تمت احالته لمحكمة عسكرية، ويتنقل بعدها لأم درمان في وحدة اقل كعقاب له. وما اشتهر علي عبد اللطيف سياسيا لغاية اللحظة، لغاية ما كتب مقال في عام 1922 وفق ما يذكر الدكتور فرانسيس دينغ في كتابه صراع الرؤى، وكان المقال عن مطالب الأمة السودانية، وطلب من حسين شريف اللي هو رئيس تحرير جريدة حضارة السودان، وهي الجريدة الوحيدة في السودان في الوقت ذاك، انه انشر فيها، ورسل نسختين، نسخة لحسين ونسخة ثانية لمصر في القاهرة عشان ينشروها هناك. اتكلم عن الاستغلال والضرائب المفروضة، ورفض انتزاع الأراضي من مشروع جزيرة وتسليمها لشركات بريطانية، وعلى احتكار السكر للحكومة، والتوظيف والتعليم وليلة طويلة. المهم ما خذ لهم جنب إلا وجلدهم فيه.
الغريبة ما انتشر المقال في الصحف السودانية، ولكن على العكس تماما انتشر في الصحف المصرية. اتقبض علي عبد اللطيف وواصل المقال بتاعه ده في 14 يوليو 1922 ويتحاكم أمام محكمة جنائية بالخرطوم، وكان الاتهام كالعادة الأصوات مكررها كل الدكتاتورين على مدار السنين، إثارة الكراهية والتحريض وليلة طويلة اللي انتوا عارفينها دي. تعاقب بالسجن لمدة سنة، قضاها في سجن من الدرجة الثانية. المحاكمة دي كانت نقطة تحول في مسار الحركة الوطنية السودانية. لما انطلع من السجن في سنة 1923 كان زايد حماس وتمسك في فكرته أكتر، وزادت كراهيته للإنجليز ولفت الأنظار ليه، وبقى بطل وطني في نظر الخليجيين والضباط. وفي مايو عام 1924 أسس علي عبد اللطيف وعبيد حاجة اللامين جمعية اللواء الأبيض، وانتشرت في نهاية نفس الشهر في فروع مختلفة من مدن السودان. بدأت المظاهرات النظمات الجمعية في زيادة في الخرطوم وأم درمان، وبقت الجمعية تنسيقها أكتر بإضافة الشعار والعلم، والعلم بتاعهم كان لونه أبيض ويتوسطه رزم تقريبي لحوض النيل مع هلال ونجوم في الركن الأعلى، مكتوب فيه تحت عبارة إلى الأمام. كان أعضاء جمعية المسجلين في الوقت ده حوالي 2000 شخص. في الوقت ده بنلقى التيارات الوطنية منقسمة إلى قسمين، في جزء بيساند الحركة الوطنية في مصر ضد بريطانيا وعايزين اتحاد مع مصر والسودان للاستغلال من بريطانيا، وجزء تاني بيطالب الاستغلال بعيدا عن أي وحدة مع أي بلد تانية، وده كان من ضمنهم علي عبد اللطيف. كان مركز في اتحاد السودانيين نفسهم زي ما ذكر دكتور يوشيكا كورينا في كتابها علي عبد اللطيف وثورة 1924، الترجم بواسطة مجد النعيم. قالت فإن دور علي عبد اللطيف كان حاسما في إرازة الطبقة التقدمية للحركة، فقد كان ضابطا في الجيش وانتمى في الوقت نفسه إلى مجموعة اجتماعية درج البريطانيون على تسميتها بالزنوج المنبوذين قبليا، لأنه كان مصير جدا أن الأمة السودانية لازم تمثيلها اجتماعات حديثة زي اللفندية اللي هي الطبقة المتعلمة، عشان كانت الإدارة من زعماء القبائل العربية أو القيادة الدينية للمسلمين بواسطة المشايخ زي الطائفة المرقنية والمهدية، وشايف أنه ديل ما بيقدروا يمثلوا المناطق بتاعت السودان كلها زي جبال النوبة أو جنوب السودان. وكمان علي عبد اللطيف بيصير أنه ما يكون في تمييز بين السودانية على أساس الانتماء القبلي أو الديني، عشان كده بنلقاه اختلف ووبخ سليمان كشة. سليمان كشة بقى مناضل، ما فيه أي كلمة. في احتفال من احتفالات المولد من سليمان كشة قال أيها الشعب العربي الكريم، رفض العبارة علي عبد اللطيف وقال له المفترض يكون أيها الشعب السوداني الكريم، ومن هنا بتجلى أفكاره القائمة على السودانوية والهوية الوطنية، عشان كده يتسمى بأبو السودانوية. في أغسطس عام 1924 تم احتغال علي عبد اللطيف مرة ثانية، معه قادة جمعية اللواء الأبيض، لأنه تسببوا بزعزعة الإنجليز بالمظاهرات، وتم تقديمه في فبراير عام 1925 لمحاكمة جنائية كبرى علنية. حكم علي عبد اللطيف ورفاقه تحت المواد اللي انتوا عارفينها والاسطوانه الواحده الكراهيه والتآمر واثاره الفتنه. نفى علي عبد اللطيف التهم اللي توجهت عليه كلها، ولكن ما نفى واكد للمحكمه رئاسته للجمعيه بتاعت اللواء الابيض. تمت إدانة المتهمين بمن فيهم علي عبد اللطيف بالتهم المنسوبه ليهم، وصدرت ضدهم احكام بالسجن لمدد مختلفة. في أثناء التحقيق سأل الضابط الإنجليزي عن قبيلته، فأجاب الإجابة الخالدة المسطرة على أسان كل السودانيين، لا يهمني إن كنت منتميا لهذه القبيلة أو تلك، فكلنا سودانيين نعمل يد واحدة من أجل تحرير بلادنا من سيطرتكم. ولا غلطة، العبارة دي مريحة أنا شديد، لو قال هي بس كفته في النضال. وكان وقتها عمره 26 سنة ويتحاكم بالسجن لمدة 10 سنوات بسجن كوبر، لكن اتنقل لسجن واو واشتعلت الثورة وازداد غضب الناس بعد اعتقال علي عبد اللطيف. حتى في أواخر نوفمبر استشهد رفيقه عبد الفضيل الماس الغاد الثورة بعديه ويتمرد بالسلاح، وتم قمعه بعد مقاومة واستبسال من الثوار انتهت باستشهاده. في لفتة واحتراب علي عبد اللطيف كقائد لثورة 1924 قام طلاب الكلية الحربية بأداء التحية العسكرية قدام بيته وهو في السجن، وده السبب اللي خلاهم ينفوه خارج الخرطوم عشان يكسروا تأثيره على الثوار. وفي عام 1935 بعد 10 سنة من سجنه جابوه مرة تانية لسجن كوبر، ما قعد فيه إلا 3 سنوات لأنه شعبيته تاني بدأت تزيد حتى بعد أكثر من 10 سنوات من سجنه.
وفي عام 1938 تم نقله سرا من الخرطوم إلى مصر، واتهم بالجنون وأودع في مصحة الأمراض العقلية واتهامه بالجنون لكسر شعبيته في السودان، كما ذكر في كتاب علي عبد اللطيف وثورة 1924 لباحثة يابانية تدعى الدكتورة يوشيكا كورينا. قالت عندما اقتربت مدة سجنه على الانقضاء تم عرضه على طبيب، ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال للإنجليز، حيث قرر الطبيب إنه سليم العقل، ولكن تم تجاهل التقرير. بعد 10 سنوات في 9 أكتوبر عام 1948 توفي الأسطورة علي عبد اللطيف في مستشفى القصر العيني بالقاهرة، ودفن بمقابر واحد من قرايبه لغاية عهد الرئيس محمد نجيب، لأنه أمر بنقله لمقابر الشهداء بمصر عشان كان بيناتهم علاقة قوية، بالإضافة إنه كان معجب بمواقفه. تخيلوا معي شاب يقود ثورة في عمر 26 سنة، عشان تعرفوا من زمان روح التغيير في الشباب، والسجن 24 سنة. انتوا قادرين تستوعبوا معي مقدار المعاناة والتضحيات القدمة؟ انه كل شبابه مسجون من عمره من 26 سنة لغاية عمره حصل 50 سنة، ومن في وضيب عليها متهم بالجنون. ربنا يتقبلك ويجعل الفردوس دارك. وبكده نصل لنهاية حلقتنا، اذا عجبتك ادعمنا باللايك والاشتراك في القناة، تكون على خير في قصتنا الجاية. سلام.